السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي أميمة السلاوي. سوا أخيرا رجعت لكم في فيديو جديد باللوك القديم بعد ما ولفتوني طيلة شهر رمضان في سلسلة رمضان رقم واحد. شوية كنت هكا شوية سيري وكاع. الناس اللي أول مرة تعرف عليا وتعرف على قناتي، في قناتي شارك معكم بعض تجاربي الخاصة اللي تقدر تساعدكم، وتاني شارك معكم بعض الأفكار والمعلومات التي تلهمكم لتطوير شخصيتكم ذاتكم ومهاراتكم. فيديو اليوم أصدقائي راح نهضروا على بعض الخطوات العملية اللي قمت بها بعد شهر رمضان. هذه الخطوات ساعدتني باش نسترجع همتي وطاقتي. غالبا والرمضان تحسي هكا بالفشلة، تحسي روحك ما كيبغى ديري والو. هذه الخطوات خلتني نخرج من هذيك الحالة. تبعوا الفيديو حتى الأخير، وإلا كنتوا جدد على قناتي ما تنساوش. اول حاجه قمت بها اصدقائي هي اني اخذت قسط من الراحه. هذا القسط من الراحه يتمثل في النوم ثم النوم ثم النوم. في شهر رمضان ساعات نومنا تقل من نرقدوا مليح، فحسيت روحي مر رمضان لازم نرقد شغل صح. قعدت محافظه شويه على ريتم رمضان، نرقد متاخره في الليل، ولكن الصباح كنت نعوض كاع هذوك الساعات ونزيد نعوضهم في ليله. المهم هذاك الاسبوع تاع العيد شبعت القاد، ولكن بعد ما كمل اسبوع العيد اللي هو هذا الاسبوع رجعت النظام القديم اللي هو نوض في الفجر ومن بعد نعاود نرقد، من بعد نعاود نوض 9 ونص الماكسيموم. هذه اول خطوه. ثاني حاجه اصدقائي اللي هي خلوه مع نفسي. نحكي لكم على بعض المحطات الرمضانيه اللي مريت فيها. مثلا كنا انا وامي وخوتاتي نديروا 5 آيات نحفظوهم ونفسروهم. ثاني كانت امي تدينا درس، رفيده تدينا درس، بالاضافه للبرامج الرمضانيه اللي كنت نشوفها كنت نشاركها معكم على حسابي في الانستغرام في ستوريات، بالاضافه الى فيديوهاتي تاع اليوتيوب. كاع هادو حسيت روحي استفدت منهم بزاف بزاف، ولا عندي زاد كبير من المعلومات. هذه المعلومات الى ما قعدتش ورتبتها وراجعتها فراح تمشي هباء منثورا. فقعدت مع نفسي رتبت هذه المعلومات استفدت منها قدر المستطاع وخليتها تكون اضافه لقناعاتي السابقه. ثالث حاجه اصدقائي، بما انه احنا في الحجر الصحي فقررت نعاود ندير اعاده نظر لبعض اهدافي. قدمت اهداف، اخرت اهداف، وزدت اهداف جديده تتناسب مع ظروف الحجر الصحي وقابله للتنفيذ فقط في فتره الحجر الصحي. وهذه الاهداف دائما تصب في تطوير ذاتي ونفسي. ونصيحه اصدقائي لاي واحد يشوف فيها فتره الحجر الصحي هي فتره باش نطوروا نفسنا ومهاراتنا. يعني اخترنا ديك الكلمه تاع قنط ما لقيت ما ندير، راني غير قاعد ما عندي ما ندير. نو، الحجر الصحي بحد فيه على شغفك وبدا تخدم على هذاك الشغف تاعك. رابع حاجه اصدقائي اللي هي اهم حاجه اللي هي الانجاز. بعد ما درت الخطوه الاولى والخطوه الثانيه والخطوه الثالثه حسيت روحي جاهزه باش نرجع للأميمة القديمه وبعض نشاطاتي السابقه كيما فيديوهات اليوتيوب، كيما الرياضه، كيما دورات اونلاين كنت نديرها، كيما تحسين مستواي في الانجليزيه وغيرها الكثير من الامور اللي كنت دايرت لهم فول ستوب في شهر رمضان. يعني كاع ما قربت لهمش في شهر رمضان، ولكن في الوقت الحالي رجعت لهم وراح تكون عليهم بعض الاضافات طبعا بفضل الخطوات السابقه. وهكذا اصدقائي نكونوا كملنا فيديو اليوم اللي شرحت لكم فيه اهم الخطوات البسيطه اللي قمت بها باش نسترجع همتي وطاقتي بعد شهر رمضان. ان شاء الله الفيديو كان خفيف ظريف، وان شاء الله ثاني يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. شاركوني نتوما ثاني في تعليقات اصدقائي وش هما اهم الخطوات اللي درتوهم بعد شهر رمضان لاستعاده طاقتكم وهمتكم. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله اصدقائي، في امان الله.